والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورب الخير جميعا. راح نتكلم النهاردة إن شاء الله بسلاح عن الديليت أوبريتور، وعلى ما أظن ربما نكون يعني تقريبا تكلمنا عن موضوع الديليت أوبريتور إن أري قبل كده. هنا نحاول بس نلخص الكلام ده وندير حبة تفصيل شوية. الديليت أوبريتور ده يا جماعة عبارة عن أوبريتور بنستخدمه لما بنحب نحذف أيتم من أري أو أيتم من أوبجكت، تمام؟ طيب نبدأ بإيه دلوقتي؟ خلينا نبدأ بأوبجكت يا جماعة، تمام؟ هنقول إيه أو ماشي، هنبدأ بالشكل الطبيعي يعني فور إيه بتساوي، هنبدأ بأوبجكت عادي، والأوبجكت إيه ده؟ هنحط فيه مثلا يا جماعة إكس بواحد و تمام؟ هنحط فيه مثلا يعني تلات قيم، تمام كده؟ إكس بواحد ومثلا واي باتنين ومثلا زد بتلاتة، حلو كده؟ فانا لو قلت له ايه هيقول لي ده انت عندك اكس واي وزد، اكس قيمته بواحد، وايه الكلام الجميل ده، حلو خالص. انا بقى لو جيت او انا ممكن ماشي اوكي، خل انا لو جيت استخدم الاوبجكت ديليت، لو انا قلت مثلا ديليت ومفروض اني اعمله زي يا جماعه، اكتب اسم الاوبجكت الاول بعدين دوت بعدين انا في اوبجكت دلوقتي، ها بعدين بكتب ايه، بكتب البروبرتي اللي انا عايز احذفها. انا مش عايز اكتب يعني الكلام ده بقلم، بس ممكن نكتبه لو الناس عايزه يعني. بس إيه، انا اظن ان شاء الله باذن الموضوع يكون اسهل من كده يعني. انا دلوقتي بضرب المثال على اوبجكت، بكتب ديليت، ها هكتب ايه، ايه ده، ايه ده اسم الاوبجكت اللي انا عايز احذف منه حاجه معينه، حلو كده. بعدين دوت، ها هدخل على ايه، على حاجه اللي انا عايز احذفها من الاوبجكت ده، وانا عندي كام حاجات، يا اما بريميتيف يا اما ميثود. انا مستخدم بريميتيف، ها مستخدم ثلاث قيم اكس واي وزد. انت عايز تحذف ايه؟ لو انا قلت له مثلا في المثال اي دوت اكس وديليت هيقول لي ترو، ومعناه كده انه خلاص القيمه اكس اتحذفت. فلو انا قلت له دلوقتي الاي بتساوي، هيقول لي عندك واي وزد، لان ايه؟ لان الاكس قيمتها اتحذفت، حلو كده؟ جميل. ده بالنسبه ليه الاوبجكت، الاوبجكت ده بالنسبه للديليت لما انا نعملها مع مين؟ مع اوبجكت، حلو. طيب خلونا نعمل الديليت مع اري بقى، اوكي. طيب خلونا نعمل اري فار بي مثلا بتساوي، وهنحط فيها مثلا ديت يا جماعه مثلا ثلاث حروف يعني، هنحط فيها اي وبي وسي، ادي مثلا سي ودي بي ودي اي، ده بالنسبه ليه الاري تبعنا دي، اوكي. لو انا قلت له دلوقتي هنعمل فار في، ماشي مش مشكله. لو انا قلت له في، هيقول لي ديت فيها ثلاث حاجات كده وكده. حتى لو انا قلت له مثلا في دوت لينث، الطول بتاع الفي، هيقول لي ديت فيها ثلاث عناصر. طيب انا لما باجي بحذف بقى ادي ديليت، تمام. يمكن يكون الطريقه اللي انا استخدمتها مع الاوبجكت، الاوبجكت بعدين دوت بعدين البروبرتي اللي انا عايز احذفها، لو كانت بريميتيف بكتب الاسم اللي انا مسميه، لو كانت ميثود بكتب الميثود اللي انا مستدعيها وغيره، تمام. طب انا لو كنت بتعامل معها كاري هنا، ها بكتب اسم الاري اللي انا عايز احذف منها، اوكي، والاسم الاري بتاعنا فيه، بعدين بفتح الاثنين براكتس بتوعي، وبحدد الايه يا جماعه، بحدد البوزيشن بتاع الاليمنت اللي انا عايز احذفه من الاري. يعني انا عندي الاري دي فيها A و B و C، ده البوزيشن الاندكس بتاعه 0 والاندكس بتاعه 1 والاندكس بتاعه كام؟ الاندكس بتاعه 2. لو انا عايز احذف العنصر الاندكس بتاعه 0 مثلا، يبقى انا كده حذفت مين؟ يبقى انا كده حذفت اول عنصر اللي هو قيمه الاي، تمام كده؟ لاحظ معايا الفرق دلوقتي. يعني المفروض انا لو سالت عن وجود العنصر ايه داخل الاري يقول لي فولس، صح كده؟ يعني ايه، لو انا قلت له مثلا ان في، انا كده بسال، صح كده يا جماعه؟ المفروض اني اتعامل كده مع الاري ولا كده مع الاوبجكت؟ انت كده فهمتني. انا المفروض ما اتعاملش بالطريقه ديت مع الاري، انا بتعامل في الاري مع البوزيشن بتاع العنصر. يعني انا عايز اسال على قيمه انا عايز اسال العنصر ده موجود اللي هو الايه، موجود ولا لا، فمش هسال على اسمه، لا لا، انا هسال على البوزيشن، فهقول له زيرو ان اري، هيقول لي فولس. ده معنى اني هل البوزيشن زيرو موجود في الاري؟ انا طبعا هو مش موجود دلوقتي لان انا عملت له ديليت، لكن في مشكله هتظهر دلوقتي لو انا يا جماعه عملت فيه
اللي هيحصل هيقول لي ان انت عندك ثلاث اليمنتس، لكن العنصر الاولاني undefined x واحد، اللي هو ايه undefined، العنصر الاولاني ده undefined. دي الطريقه اللي اهو يعني عشان نكون في الصوره، هو هيظهر لي العنصر الاليمنت واحد، المكان واحد واللي مكانه اتنين، لكن اللي مكانه صفر ده تتحذف، بس اكشوالي مكانه ريسيرفد في جافا سكريبت، يعني انت حذفت العنصر ده. ف المسألة في الجافا سكريبت يعني انا مش عارف اجيبها لك ازاي، بس هي مش راح تبني الاراي بالشكل الجديد وتروح تبتدي لك الاليمنت صفر من هنا، لا هو ده مكانه واحد. ها يعني انا لو قلت مثلا، لو انا حبيت اسال سؤال، لو قلت لك واحد ان في، هتقول لي ترو. اتنين ان في هيقول لي ترو، يعني العنصر ده لسه موجود، العنصر ده لسه موجود يا جماعه، لكن هو ما بت... يعني البي ما بيجيتش صفر، لا العنصر ده انت حذفته لكنه مكانه البوزيشن بتاعه لا زال موجود، والاري مكمله بشكل عادي طبيعي جدا. ده بالنسبه للديليت مع الاوبشن والديليت مع الاري. يا رب ما فكرت التوضيح نفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.